اليوم كنقول لكم صباح الخير عليكم ومرحبا بكم دائما في برنامجكم اليومي برنامج بيت سعيد. وصباح الخير عمر حيباري في تصوير حلقة اليوم. صباح الخير كذلك خديجة مرحي في الإخراج. وصباح الخير دكتورة إلهام مير علي طبيبة أسنان. تبارك الله عليك وصباح الخير عليك. صباح الخير لالا زهرة وصباح الخير المستمعين الكرام مرحبا بك دائما. شكرا. كل فرح كتشرفينا وكتنورينا. شكرا بارك الله. دكتوره اليوم فغادي نتكلموا على الابسي, غادي نتكلموا على الانواع, غادي نتكلموا على الاسباب وكذلك الاعراض ديالو وكيفاش ممكن انا نتجنبو. فعلا فغادي نعرفوا المستمعين نقربوا شنو هو ابسي. غادي شنو هو بعدا شنو هي بعدا السنه الجدر. خصنا نعرفوا بلي الجدر ديال السنه ولا الضرسه كيكون في وسط العظم وما بين الجدر والعظم كاين الياف لو ديسموندونت. هذيك الالياف فراغ فيهم دم فيهم سيركولاسيون وتما كيكون تما اللي يبدا لابسي. يعني لابسي غادي يبدا تما ما بين الجدر وما بين العظم. كيكونوا منين لابسي كيدي ابسي كيدي ميكروبات يعني تعفن. التعفن كيكون على ود الميكروبات اللي كاينين. وهاد الميكروبات منين يجيو؟ يا اما غادي يجيو من الجدر لداخل في السنه يعني الضرسه. يا اما غادي يجي عن طريق العظم الخوى اللي كيكون ما بين العظم والسنه. العظم والسنه يكون العظم مريض. هادو هما زوج بعدا منين يجيو الميكروبات. من نبداو بالحاله اللي ديما وهي اللي كتكون 80% 80% لابسي كيكون عن طريق جدر العرق. يعني واضح العرق عندنا معاه مشكله كبيره دكتوره. فعلا وي مشكله كبيره من الواحد يتهاون ومين ما يمشيش عند طبيب الاسنان ومين ما ينقيش السوسه كتكون صغيره. وي هذه من جهه. طيب من جهه اخرى لما كنمشيو عند طبيب ديال الاسنان وكنقتلوا العرق, هذاك العرق كنقتلوه دونك هنا كنبعدوا كنحيدوا الميكروب كنقتلوا هذاك العرق. ولكن بعض المرات ما كيتقتلش العرق كامل. فعلا ماشي ما يتقتلش العرق, حيت باش يتقتل العرق خاصنا واحد الظروف تكون جد مقننه. ماشي غير اجي وقتلي العرق. قتل العرق يعني شنو؟ يعني غادي تحيدي العرق. باش يتحيد العرق خاص واحد لي ميثود. خاص بعدا اولا نعزلوا هذيك الضرسه من الفم عن طريق لاديك. خاصنا نقيو مزيان. دابا الحمد لله مع التكنولوجيا عندنا لي مويان هذوك لي روتاتيف واحد المسائل جاو لنا اللي كنقيو مزيان. حيت كيتنقى العرق خاصنا نكونوا درنا لي زونتيسيبتيك لداخل. وي حيدنا العرق كله تحيد. نعم. ولا العرق لداخل لا كافيتي ديالو ناشفه ما فيهاش حتى نقطه ديال شي حاجه اللي باقيه. وي ونعمروه. ومن كنعمروا هذاك العرق خصو يتعمر كله حتى لافان ديالو. هذا هو السر. الا هادشي كله ندار بطريقه مقننه ما غاديش يكون مشكل. ولكن حنا في لا دونتيستوري في طب الاسنان عندنا شي حاجه اللي 100% كذب عليك اللي غادي يقول لك انا نقيت درت. كاين توجور هذاك الشيء. علاش حنايا من نبغيو العروق سورتو العروق. العروق هما اصعب خدمه عند طبيب الاسنان حيت ما عندناش شي وسيله اللي غادي نعرفوا باللي العرق تنقى 100% ونشف 100% وتعمر في 100%. حيت عندنا لي كانو عندنا شي مسائل اناتومي اللي ما يمكنناش حنا ندخلوا فيها. ولكن الخدمه الا كانت مقننه بعدا غير 90 ولا 80% يعني عندنا 90% ديال ناجح. هذه اول حاجه. هذه مزيان تكلمتي على هاد الحاله. هذه حيت هذه حاله من الحالات اللي كيكون فيها من بعد مشكل ديال لابسي. وي الا كان شي حاجه شي خلل في لو تريتمون يعني علاج هذا العرق في هذه المراحل من بعد يقدر يكون مشكل ديال لابسي. وي اسمحي لي المشكل ديال ديما الناس عندهم ديما واحد العلاقه كيقول لك ما كاينش الحريق مزيان الحمد لله ما عنديش الحريق. ما عندكش الحريق يعني ماشي الحمد لله, بالعكس ما عندكش الحريق كاين زوج الحالات. ما كاينش الحريق يعني تقدر تكون مزيان يعني الضرسه والسنه في صحه جيده والعروق تنقاو مزيان وتعمروا مزيان. وفي الحاله الثانيه ما كانش الحريق
يعني ماشي هذه كيفاش يقولوا سيتون اكسكوز باش ما تمشيش عند الطبيب وما ديريش لي كونترول راديولوجيك، حيت الراديو الوحيد الاشعه هي اللي تعرف نعرفوا بها واش غادي يكون ابسي ولا ما يكونش ابسي. سي بوغ سا هذاك الشيء علاش خاص ولا بد العروق واخا يتنقاو ويتعمروا مزيان ويتجواو خاص توجور ديما تكون واحد الكونترول مراقبه بالاشعه باش تبان مراقبه الاشعه تبان واحد واحد الخوا خصوصا العدم العدم باش كنعرفوا صحه العدم واش في حاله جيده ولا ماشي في حاله جيده. هنا الاشعه هما اللي غادي يوريونا اسكو كاين هذاك الخوا ما بين الجدر والعظم. الا كان خوا غير صغير يعني كاين غادي يكون واحد المشكل من بعد. الا ما كانش الخوا يعني الحمد لله كل شيء مزيان. يعني كاين واحد الطرق اللي يمكننا باش اونيفيت نبعدوا عليها ولا وي اونيفيت باش يكون مشكل ديال لابسي. لابسي كيفاش غادي يكون في الحاله الثانيه وهي حاله اللي السنه كانت فيها سوسه وي تهاون السوسه، حيت السوسه باش توصل للعرق راه يعني راه دازت مع المينا ومن بعد بالتاج عاد تمشي. يعني كاين واحد طبقات اللي كيحميو العرق يعني باش تمشي للعرق وتكون هيجان الحريق وداك الشيء. يعني راه فريمون المريض يا اما تهاون يا اما يخاف. واضح. بعض المرات الدكتوره وهذه حاله نقربوا المستمعين منها، بعض المرات السوسه كتكون واصله وصل العرق وصل وصل العظام وصل الجدر كيف ما كنقولوا الجدر ولكن ما كتعطيش الام. هذيك ما يمكنلهاش ما غاديش تعطي الام فواحد المرحله. هذا الشيء كنقول لك الا بعد اولا السوسه كتكون في الاول خاص ولا بد تنقى وتعمر صافي تنسي ديك الدرسه غتنسيها حيت صافي تعمرت. السوسه تبقى الحريق في البروده السخونيه في الهواء ومن بعد كتولي الحريق والماري شنو يدير؟ كيمشي ياخذ غير الادويه باش يهمد ويسوفري ما كاينش اللي وياخذ غير الادويه. الادويه كتهت هذاك ولكن هذيك المرحله اونت الحريق والادويه ومن بعد سكوت يعني ما كانش حرق من بعد يعني العرق مات. يعني العرق كيهيج الانفلاماسيون وكيجي الحريق ولا غاج دو دون داك الشيء ومن بعد من يولي سكوت مور هذه المرحله يعني راه العرق مات بدا يموت تعفن. والعرق من يموت صافي ما كاش الحريق وهذوك الميكروبات اللي كانوا في العرق كيكونوا في العرق كيمشيو للعظم ويمشيو للعظم كيعطيو يتاكل يعطيو يتاكل ويعطيو من بعد لابسي. واضح. وهاد الابسي هي اللي كنهضروا عليها وهي اللي كنبغيو اننا نتفاداوها. اكزاكتومون لابسي راه غير كيفاش نقولوا لابسي غير يقدر الواحد ما يعطيهش لابسي سي ليطا ايغو يعني هيجان وكيدوز لا كرونيسيتي يعني يولي مزمن يعني راه تما كاين لابسي كيبقى ما يمكنش مولك لابسي يعني التعفن اللي كان في العرق ومشى للعظم غادي يدير يولي كيست يبقى العظم يتاكل والكيست كيكبر ما كاينش حريق الكيست كيبقى يكبر 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 حتى اللي شي نهار غادي يتفرقع. يعني خاص ولا بد علاش الاشعه جد مهمه علاش حنا نورمالمون كاع عند اطباء جراحه الاسنان خاص ولا بد دابا الاشعه لا بانوراميك غير جوج ابعاد خاصها تكون سيستيماتيك خاص تكون ولا بد في الفحص الاول. عندك الحريق ما عندكش الحريق عندك جوا ما عندكش جوا يكون حيت الاشعه هي اللي تبين لنا فين كاين مشكل وفين يمكن لنا نداوي ونتفاداو شي مسائل خطيره. واضح. بحالاش هاد المسائل الخطيره ممكن الكيست بعض المرات راه يجيو شي ناس اللي الكيست كله كبر الفوق ومش حتى للسينوس حتى للجيوب وقع دي سينوزيت كيكون يجيو لي سينوزيت ويمشي عند الطبيب ويغال ويداوي ويبقى داك الشيء غير ماشي وما عارفش علاش. بعض المرات كيسبب لينا في ضيق في التنفس والبلع كذلك ممكن مشكل اخر لا ماشي لا ولكن الله يحفظ الا وصل واحد العرق راه سي غاف. الا وصل العرق اللي الضرسه كاين العظم وكاين العرق لو نير دونتير انفير الا وصل داك العرق غادي تكون باراليزي ابخي. كاين شي مسائل اللي خطيرين اللي يوقعوا من المشكل ديال الضرسه بحال باغ اكزومبل فوقاش غادي يكون
كاين بعض المرات اللي قلتي ما كانش الحريق ولكن كاين واحد العلامه اللي كتكون السنه كتولي كحله وي. وفي الصغر كاين بزاف الواحد كيطيحوا على السنان ديالهم كيتهرسوا ولا ما يتهرسوش ولا غير لو كولا وهذاك مع الوقت كتكون العرق كيبقى يموت والسنه كتولي ما تبقاش بيضاء ولا صفراء بحال السنان الاخرين كتولي بنيه هذيك السنه البنيه بعدا ديجا علامه من علامات اللي خصو ولا بد يمشي هذا المريض للطبيب جراح الاسنان وخصو يقلب حيت كنديروا واحد لي تيست دو فيتاليت الى حيه الا كان الحريق ايتو مزيان الحمد لله الا ماشي العرق ما كاينش الحريق وما كاين حتى شي حريق في البروده والسخونه يعني خصو ولا بد يتنقى العرق مزيان وتبيض من الداخل وتعمر ولا الجوا من بعد المهم خاص واحد يكون عارف هذه المساله هذا من بين الاعراض اللي ممكن ان نقول راه هنا كاين مشكل فعلا نعم شنو هما الاعراض الاخرين اللي ممكن ان ما يجيونا نقولوا هنا راه عندنا ابسي ولكن ما كاينش حريق لابسي للاسف الشديد الاعراض ديالو وهو صافي نفخ كيتفخ يعني راه ابسي فات الفوت يعني كاين ابسي ولكن ما خصوش جوستومون ما خصوش شنو يدير يمشي عند الفارماسيان طبيب صيدلي ويقول له عافاك عطيني شي دواء هذاك الصيدلي ماشي راه صيدلي ماشي طبيب اسنان ما يمكنلوش ما يقدرش يشخص ويعطي الدواء اللي غادي يجي ويقضي على المشكل دونك غادي ياخذ الدواء وغادي تفشلو وصافي غادي ينساها هنا لا هنا خاص نهائيا يمشي عند نهائي اختصاصي عندك ابسي عندك حريق ما نعشتش في الليل توجعت بزاف ما انا نفضل ما ياخذ الدواء يمشي عند طبيب جراح الاسنان هو اللي بعدا غادي يشخص وياخذ له الراجو ويعطي له الدواء اللي يليق معاه ماشي غير عشوائيا حيت تاخذ الدواء عشوائي من جهه غادي غير شويه يكالمي هذاك يكالمي شي شويه يمشي شويه الهيجان نعم. ولكن الداخل راه كيخدم داك الشيء واضح طيب هو مشكل خاصنا نمشيو عند طبيب في حاله ان انا دائما كنقولوا انتي دكتوره فاش كتكوني معايا كتقولي المريض ما كيجي عند الطبيب حتى كيحس بالالم الشديد اللي صافي اللي ما غادي يبقى نافع معاه لا مهدئات لا كالمون اللي غادي يريح لي هذيك السنه ديالو لا غيرها هنا خصنا نمشيو عند الطبيب طيب قبل الوقايه خير من العلاج داك الشيء بغيت نقول بعدا بينا يجي المريض قبل ما يبقى هذا المشكل انا ديما كنقول لي باسون ديالي راه السنان الاضراس والسوسه كتكون راه ماشي بحال حريق الراس ولا حريق المعده تربي الدواء صافي مشى السوسه كاين حريق كاين سوسه هذيك السوسه ما غاديش تبقى بحال هكاك غادي تزيد يا اما يكون حريق صغير وغادي يولي اون راج دو دون اللي ما يقدرش يصبر وسبحان الله العظيم توجور لي راج دو دون راه كيجيو في الليل ولا في الويكاند ولا في العطله هادو هما ديما كتكون فواحد الوقت ماشي كاع ماشي مناسب يعني ما خصش الواحد يوصل لهاد بعدا كيشوف فمو الحمد لله دابا في الحقيقه الناس راهم واعيين وراهم زعما الحمد لله كيجيو كيمشيو عند طبيب الاسنان وكيفليو سنانهم كاين دابا لي بورطابل داكشي كيشوفوا الكاميرا كيصوروا يعني كاين واحد الوعي خصوصا لما كنعرفوا بان صحه الفم راه عندها علاقه بزاف ديال الامراض هنا ديال هنا كندقوا ناقوس الخطر تهلا فمك حيت ربما الفم ديالك يسبب لك بزاف ديال الامراض اخرى فعلا المشاكل ديال الفم كدير مشاكل على كاع مستويات ديال لاج ديال السن من الصغر حتى الشيخوخه الصغار مساكن ما يبقاوش ياكلوا يبقاو يتعذبوا يضعفوا كاين اللي كيجيهم ازمه كاع صحيه نفسانيه اللي ادوليسون حتى هو نفس الشيء اللي ادولت حتى هو صعيب الاسنان صعب بزاف من غير ما نتكلموش حنا على الجماليه وحنا كنروحوا للصحه وعندو كاين بزاف كما قلتي ناقص الخاطر خاص ولا بد الواحد ياخذ بعين الاعتبار المشاكل ديال الاسنان من الصغر كو ساسوا يكون الجير خاص ديتاج كانت التهاب اللثه كاين السوسه ولكن حنا الموضوع ديالنا هو اليوم لابسي يعني باش الواحد ما يوصلش لابسي خاص ولا بد يمشي زياره طبيب الاسنان عشنا كنقولوا زياره طبيب الاسنان مره في السنه مره في السنه ماشي كيكون مشكل مره في السنه كيما يكونش مشكل باش ما تكون الوقايه بحال قلت الوقايه
نسخات بعض المرات غير نبدلوا طريقه النظافه نفهموا يفهم. دابا كاين الحمد لله لي ريزو سوسيو، كاين اليوتيوب، كاين يعني يقدر يفهم كاع المسائل باش يتجنب المشاكل الاخرى. والناس اللي عندهم امراض المزمنه هذاك عاوتاني مشكل اخر، اللي عنده مرض مزمن ما عندوش الحق يكون عنده لابسي، اللي عنده مرض السكر ولا مرض القلب ولا لي غا ولا هادو امراض المزمنه ما عندهمش الحق يكون ميم با الالتهاب، ماشي تعفن، حيت ابسي يعني تعفن، حنا كن ميم با الالتهاب سيلا الدم ما خصوش يكون نهائيا، خصوصا الناس اللي عندهم مرض ديال القلب. يعني خاص الواحد يكون واعي بالمشاكل والحده المشاكل ديال الصحه اللي غادي تجي عن طريق الفم عن طريق الاسنان. نعم واضح دكتوره الهام ميرعلي. طيب كان هذا هو موضوعنا اليوم، شرفتيني ونورتيني. وزياره الطبيب دائما لما كيكون معنا دكتور ديال طب الاسنان سواء انت سواء دكتور كمال، فكن نحثوا على اهميه صحه الفم ديالنا وصحه الاسنان ديالنا. شكرا بزاف لاله زهراء، وشكرا لقاديو بلوس اللي عندهم هذه البرامج اللي التوعيه، حيت التوعيه راه مهمه بزاف. ونوصلوا الميساج، نوصلوا الميساج للناس بلي راه كاين مشكل، راه خاص ما يخافش الواحد سورتو طبيب الاسنان كلشي كيخاف منه ما يخافش. وي شحال ما يمشي بكري عند طبيب الاسنان شحال ما غاديش يكون الضرر بزاف. علاش كنخافوا دكتوره من طبيب الاسنان؟ الواحد غتحلي فمك ما عارفه شنو غادي يوقع. المشكله اي واحد عنده واحد لو باسي، عنده واحد لو باسي مع شي طبيب. دابا الحمد لله كاين تطورات، كاين لي مويان باش ما توجعيش، باش ما كاين تطبيب اللي كيريحك كتدخل كترتاح. فعلا فعلا الواحد يمشي فين يرتاح، جد مهم جد مهم شي عند واحد اللي يرتاح عنده ويعطيه الخاطر ويمكن له يدير له داك المسائل في احسن ظروف. واضح. شكرا لك دكتوره الهام. مرحبا شرفتيني ونورتيني. شكرا لقاء اخر، مرحبا بك دائما. شكرا شكرا لك دكتوره الهام ميرعلي، طبيبه اختصاصيه في الاسنان. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.